السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم في مطبخ ام بهاء. اليوم رانا حنديرو تدبيره بزاف شابه وعمليه وتساعدنا بالبزاف. السلام عليكم، كيما راكم تشوفوا خياتي هنايا عندنا الشحم تاعنا. كاين بزاف ناس تعجز على الشحم باش تنقيه وتخدمه وديروا كل ما تجي تخدم حاجه. هنايا انايا كيما راكم تشوفوا عندي هنايا الشحم تاع خروف راه ملاح ومغسول مقبل وملحتو ومنشف بيان كيما راكم تشوفوا. هنايا نجوزو مع بعض نشوفوا التدبيره تاعنا لنهار اليوم كيفاش راح نديرو له. كيما راكم تشوفوا هنايا في مقله نبداو نقطعو في الشحم تاعنا. هنايا دي مغسو صغار كيما راكم تشوفوا، تقدري تقطعيه بيدك فاسيلمون ولا تستعملي الموس كيما راكم تشوفوا هنايا. انا نقطعو كامل كيما راكم تشوفوا ومن بعد نزيدو نكملو المراحل تاع التدبيره تاعنا لنهار اليوم. بعد ما قطعت الشحم تاعي كامل كيما راكم تشوفوا هنايا دي مغصو، ما يهمش الا كان المغصو كبير ولا صغير، باسكو راه يذوب لنا هنا فوق النار. راني شعلت له نار قليله، نار متوسطه، نخلوه حتى يبدا يذوب لنا هنايا. تقدري تحركيه باش تساعديه باش يذوب لك بالخف، ولا تخليه كيما راه تغطيه ترجعي ليه تلقايه ذاب تماما. نخليه يذوب ونرجعوا نكملوا التدبيره تاعنا. هايلك هنايا راه عندي الشحم هنايا بدا يذوب لي، دوكا نحركو شويه بالمغرفه باش يذوب لي ليه ليه كيما راكم تشوفوا هنايا. حركي حتى يذوب لك تماما ويرجع لك على شكل الزيت كيما راكم تشوفوا. راكم تشوفوا الشحم تاعي راه فوق النار يذوب. هنايا وجه الطبسي من الاحسن يكون الومنيوم باسكو الشحم تاعنا كي راح يذوب يولي لنا زيت سخونه بزاف، ميم وجه لي زيبيس اللي راح ندوزنو بهم. هنايا بعد ما ذاب لي الشحم تماما دوكا هنا جبت صفايه راني حنصفيه، نهبط الزيت وحدها ويبقى لنا هذوك الشحمات هذوك اللي كشغل ما يذوبوش، يبقاو لنا كشغل كيما الجلده هكذايا. نبدا دوكا نصفيه مليح كيما راكم تشوفوا هنايا. دوكا نستعمل فرشيطه هكذايا باش نزيد نهبط الزيت كامل اللي راهي في هذو الشحمات اللي بقاو لي، ومن بعد نزيدو ندوزنو بلي زيبيس مع بعض كيما راكم تشوفوا. الضغطي هكذايا بالفرشيطه باش تهبط لك الزيت تماما كيما راكم تشوفوا هنايا. دوكا انا نكمل نهبط كامل هذه الزيت ونبدا نزيد له في لي زيبيس هنايا اختياري، كل وحده وكيفاش تحب دير وتنكهيه. تحبي ديري لي زيبيس، حبي ديري له الثوم، حاب ديري له حاجه اللي تحبيها، المهم الفكره هي الصح. بعد ما صفيتو هذا هو الشكل تاعو كيما راكم تشوفو، نتحصلو على زيت هكذايا هنايا وهو سخون. نبدا نزيدلو في لي زيبيس هنايا، زدتلو العكري كيما راكم تشوفو العكري الحلو هنايا. دوكا هو سخون راح يتشرب لي النكهات تاع لي زيبيس. هنايا زيدلو فلفل عكري حار كيما راكم تشوفو، ومن بعد زدتلو شويه راس الحانوت هنايا، ونزيدو له الملح بيان سور اللي تكون ملحته مقبل بزاف، ما تكثريلوش الملح هنايا. ونزيدو له ديري الحاجه اللي تحبيها لي زيبيس اللي تحبيهم ديريهم فيه، ونخلطوه ونخلوه عبجيه كيما راكم تشوفوا هنايا. دوكا نكملو كامل هادو لي زيبيس
ومن بعدها نخلطوه ونخلوه بجي حتى يبرد لنا تماما ويشد روحه شوية ويتماسك لنا. كيما راكم تشوفوا بوكا نحرك هذو الزيبيس بالفرشيطة باش يدخلوا لنا مع هذيك الزيت راهي سخونة ويتشرب لنا ويجي الشحم تاعنا القو تاعو شباب بهذو الزيبيس. هنا انا راح نزيد الملح باسكو ما ملحتوش بزاف في الديبي كيما راكم تشوفوا. نخليه هكذايا نحركو مليح ونزيد نخليه بجي حتى يبرد لي. هنا كيما راكم تشوفوا هنايا عندي النوع الثاني هنايا تاع الشحم ذوبته كيما الاول في مقله، ومن بعد زدت قليت مع خليت تقلى معاه الثوم ولي زيبيس. هنايا حبيتي ديري بصل ديري كيما تحبي سكرفجي معاه البصل وخليه كامل يتقلى ويدي هذيك البنه، ومن بعد نصفوه ثاني كيما الاول. اللي تحب تصفيه تصفيه، انايا هنايا ميكسيتو كيما راه ما صفيتوش ميكسيتو بالبغا ميكسور تجيني هكا الخليطه تاعو كيما راكم تشوفوا ثقيل هكذايا. ثاني هذا نحطه بجيه ونخليه حتى يبرد ونشكله كيما دوكا تشوفوا هو والاول اللي درته. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما بردنا تماما هنايا تحبي تخليه برا في زمان الصيف ما يشتش روحه شويه، دخليه في الثلاجه قيس ما يبرد لك. وهنايا تبداي تقطعي فيه كيما راكم تشوفوا تقطيع عشوائي، انا ما حبيتش نستعمل ليدي ونديرو كرات هكذا، هذا الشكل عملي هكذا ما توسخيش يدك بزاف وما تحسيش كشغل تعبتي معاه. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما قطعناه تقطيع عشوائي كيما راكم تشوفوا هنايا كل وحده والشكل تاعها كيفاش جا هكا. هذا هذه الفكره هكا عمليه، كي ديري كرات كشغل يبقى لك الشحم هكذا في يديك وكشغل تتعبي معاه بزاف هكذا. حاجه عمليه كيما راكم تشوفوا هنايا قطعته كامل بهذا الشكل. دوكا نجيبو نغلفو معاكم ونشوفوه ونحتفظو به في المجمد، نستعملوه الوقت اللي نحتاجوه نجبدوه نسكرفجوه تجينا حاجه سهله كيما راكم تشوفوا هذه هي. هنا كيما راكم تشوفوا غلفته كامل نغلفو بالبلاستيك الغذائي هنايا ونحتفظوا به هنايا في بورت مونجي. ماشي شرط تكون عندك لي بورت مونجي تشريهم ولا حاجه، نستعملوا الحاجه اللي كاينه عندنا في الدار، المهم التنظيم هو اللي يلعب دور. ماشي شرط تنظمي كوزينتك ولا تنظمي دارك بحاجات يكونوا لوكس ولا حاجات دائما تشري، الحاجه اللي تكون موجوده عندك في الدار سلكي بها راسك كيما كنتو تشوفوا معايا انا هنايا. لي بواط هذوك تاع الكاطو اللي نشروهم من برا دي فوا كي ما يكونش عندي الوقت نشري كاطو من برا، هذوك لي بواط اللي يبقاو لي نحطهم ونستعملهم باش نخبي فيهم الصوالح في المجمد كيما راكم تشوفوه. هنا نغلفو كامل بالبلاستيك الغذائي ونرجعو في الباطة اللي كان فيها وندسو في المجمد حتى نحتاجو نجبدو ونستعملو. هذه هي، هذا هو هنايا كيما راكم تشوفوا راني غلفته كامل بالبلاستيك الغذائي هكذا. هذه فكره عمليه كيما تعرفوا حنايا هنايا في المنطقه تاعنا هنايا نحبوا نديروا خبز الشحم ولا المخلع كيما نسموه. هنايا تلقايه واجد تجبديه من المجمد تسكرفجيه برك وتستعملي الحاجه اللي راكي حابه ديريها. كاين ناس بزاف تعجز على الشحم تقول لك وقتاه نصنعو وقتاه ندوزو وقتاه ندير الحاجه اللي راني حابتها هكذا. فكرة سهلة وعملية بال بزاف. هنايا نرجعوا في الباطا اللي كان فيها
كيما راكم تشوفون نحتفظوا به في المجمد، نستعملوه وقت ما نحتاجه. ودوكا خياتي هذه هي الفكرة تاعي لنهار اليوم. كيما تعرفوا عيد الأضحى راه على الأبواب، هذه فكرة ولا تدبيرة اللي كانت حايرة كيفاش تدير للشحم تاعها باش تخدمه. إن شاء الله تعجبكم تدبيرتي لنهار اليوم، وتسيوها وتخلوا لي آراءكم في لي كومنتير. وما بقى لي غير نقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر.